تعرفوا شو الفرق بين الكور سترينث والكور ستابيليتي والكور كوردينيشن. هلا اليوم رح اشرح لكم بهذا الفيديو عن الكور، كل إشي بتعلق فيه عضلات الكور. في ناس كتير بتفكر انه تمارين الكور هي بس مثلا البلانك العادي اللي هو هولد والسايد بلانك، وهذا اللي بيشملوه بكل تمارينهم وبدخلوه في التمارين. الكور عندنا مهم جدا في كل إشي انت بتعمله، يعني اذا انت عمالك تعمل سكوات او اذا انت عمالك تعمل ديدليفت او بنش بريس او حتى ترايسب اكستنشن، كل التمارين العاديه هاي ما بتطلب منك انك يكون عندك قوه عاليه في الكور. راح اشرح لكم بالفيديو عن اهميه الكور، تمارين الكور اللي راح نقوي فيها الكور، تمارين الاستابيليتي والكوردينيشن تبعت الكور. في ناس بتفكر انه عضلات الكور هي بس عضلات السكس باك او الابس الاماميه. عضلات الكور هي كل العضلات المحيطه من هون لورا كامله، فانت بتشمل عندك عضلات الابس، بتشمل عندك عضلات الاوبليكس الجانبيه على السايد، بتشمل عضلات اللور باك والظهر، بتشمل كمان العضلات الداخليه للبطن اللي هي عضلات الريكتس ابدومينس. فهي كلها تشتغل مع بعض عشان تساعدك في تمرينك. هلا سواء انت بتتمرن بالجيم او سواء انت بتعمل سبورت، مثلا الناس اللي بتعمل جولف، حركة السوينج هاي تبعت الجولف بشغل فيها عضلات كور كتيرة. الناس اللي بتعمل بوكسينج او بتعمل مارشال ارت برضو بتستخدم عضلات الكور بطريقة كاملة، يعني الناس اللي بتعمل بانش، لما انت تعمل بانش تطلع بالبوكس ما بتطلع بايدك من هون ولا بتطلع بكتفك، القوة كلها ما بتكون من هون. للشباب الصبايا اللي بيعملوا بوكسينج عارفين انا عن ايش بحكي، البداية بتبدأ من الرجل وبعدين احنا بنشغل كل الجسم وبتطلع القوة منه. الفرق بين تمارين القوة تبعت الابس اللي الناس بتعملها اللي هي تمارين الكرانش، تمارين الليج ريزز، وتمارين الكور ككور بشكل عام، في فرق كثير كبير بيناتهم. لانه تمارين الابس لما انت تعمل ابس انت عمالك بتقوي عضلات الستة هدول الاماميات، او اذا الناس اللي عندها ثمانية العضلات الثمانية الاماميات وبس. اللي احنا بدنا نقويه هي الكور كامل عشان برضه بساعد لك البوستشر. اذا واحد عنده ظهر مقوس بتكون عنده عضلات الريكتس ابدومينز بالنص من هون هاي ضعيفه، فعشان تفتح هاي العضلات عشان تحسن، عشان يصير في ستابيليتي للواحد وهو واقف، بتصير البوستشر كله تبعه يتحسن ويوقف زي هيك لما تفتح هاي العضلات صح. اذا انت بدك تتطور هلا بدك تروح لمرحله شوي ادفانس اعلى، بدك تجرب اشي اكثر وبدك تشتغل على خصوصا مواضيع الكور ستابيليتي ويكون التمارين الدايناميك. عن تمرين البلانك انا بالنسبه لي كثير ممل، كثير ممل، يعني بعد الواحد يحس حاله بالدقيقه عماله بيعمل ساعه. فانا التمارين اللي بخليها دائما بخليها تمارين دايناميك. تمرين الدايناميك عندك اللي هو في حركه. هلا زي هذا التمرين الاول، تمرين بلانك ستريت ارمز، بنخلي ايدينا ستريت وبعدين بنطلع على الحيط. فانت اهم شيء عندك انك تشد عضلات الجلوتس وتشد عضلات البطن. دائما بتسحب في تمرين البلانك، بتسحب بطنك لجوا، تخيل دائما انه السره بدها تطلع من الظهر. بنثبت الاجرين، بنفتح الاجرين شوي واسع عشان يصير في عندي بالانس، عشان الواحد ما يختل توازن. بعدين بطلع بايدي على الحيط وبنزل على الارض، بعدين برفع الايد الثانيه وبنزل على الارض. هلا اذا بدك تعمله شوي ادفانس اكثر بعد ما تخلص العداد، ممكن انك تثبت بايد واحده وتترك الايد الثانيه على الارض. هذا مثلا من التمارين المتحركه اللي راح نبدا فيه. التمرين الثاني راح نعمله بالكتلبل. هلا بالكتلبل نفس الشيء، راح يكون عندنا تمرين البلانك العادي اللي بحط كوعي على الارض فيه، لاحظوا انه الكوع على الجنب مش لقدام، وباخذ كتلبل على السايد. بدك مكان يكون شوي يعني في انزلاق عماله بيمشي، باخذ الكتلبل على السايد وبسحبها للاخر لعند خصري وبرجع بطلع، يعني كوعي راح يوصل لعند خصري وبرجع بفتحها للاخر لقدام. لما حركه الفتحه هاي لما افتح فيها الكتلبل لفوق لقدام على الاخر، شو اللي بصير عندي؟ انا بحرك كل عضلات الاوبليكس، انا بطلت بس عمالي بشتغل على عضلات الابس من جوا او الكور كستابيليتي. صار هلا انا جسمي عمالي بحاول يثبت حاله. لاحظوا انه الخصر والجلوتس ثابتين، مؤخره ثابته على الاخر ما عمالها بتتحرك. هذا كثير مهم لانه في ناس كثير بس تيجي تعمل التمرين راح يلاقي انه خصره عماله بتتحرك يمين وشمال،
التمرين الثالث راح نعمله برضه بالكاتلبل بس بالستريت ارم. راح نسحب الكاتلبل من وان سايد للثاني، فانا بسحبها بالايد المعاكسه، دائما بخلي الكتف فوق الساعد، بسحبها من اول سايد، بنزل ايدي بسحب على السايد الثاني وبنزل ايدي. برضه بنفس الطريقه بدك تخلي جسمك ثابت دائما. هلا حاول تعمل هذا التمرين، حاول تعمل التمرين. اذا اول مره انت بتعمل التمرين راح تلاقي انه خصرك عماله بيلعب وبرقص يمين وشمال، فهذا ما بدنا اياه. هذا الرأس والحركات اليمين يسار خصوصا في المؤخره في الجلوتس عمالها تتحرك رايحه راجعه، ما بدك اياه، بدك تثبت حالك. هلا ندخل في الادفانس، في الاصعب شوي. في الاصعب شوي راح نعمل تمرين البلانك على بنش، برفع اجري على البنش وبخلي ايدي على الارض برضه بنفس الطريقه. اصعب من هذا، من اصعب التمارين على فكره اذا انعمل صح. بنفس الطريقه اذا عرفت تثبت جسمك وتثبت الجلوتس والرجلين، شوفوا بكل هاي التمارين انا عمالي بفتح اجري واسع شوي عشان احافظ على البالانس. بهذا التمرين اعطيكم تريك صغيره فيه، بتخلي ايدك شوي بالنص عشان كقوانين الفيزياء، عشان اذا كانت على السايد كثير جسمك هيك هيك راح يميل. بخلي ايدك بالنص شوي عشان تضلك مسيطر. كمان تمرين اللي هو تمرين البلانك مع السلايدرز، بلانك ووك. هذا بنحط السلايدرز هذول اللي بتحركوا على الارض، اذا ما عندك اياهم ممكن تستعمل بليتس صغار وتمشي فيهم. تخلي ايدك ستريت وبتعمل تمرين بلانك عادي ستريت ارمز وبتمشي فيه على الاخر قد ما بتقدر. طبعا بهذا الحركه راح تلاقي انه جسمك من ورا، احنا عمالنا بنعمل دراج، عمالنا بنسحب الرجلين من ورا رايح راجع، فهذول مش مشكله. انت بدك تخلي رجليك، تخلي الجلوتس مشدودين، بس ما بدك تحط كثير مقاومه على القدم، لانه اذا بتحط المقاومه على القدم بتصير تزحك، بتبطل تمشي. فانت بدك تمشي، بدك تحاول تخلي كل المشي على الايدين. هلا شوفوا بهاي التمارين كلها عمالي انا بحرك كثير اشياء اكثر من بس عضلات الكور، فانا لما عمالي بسخن بهذا التمرين او ندخله بتمريني، عمالي بحرك الكتف، عمالي بحرك عضلات الارمز، عمالي بحرك عضلات الظهر، كل هاي العضلات عمالها بتشتغل معي، وطبعا الجلوتس شغاله على طول عشان ضلها شاده. هلا التمرين اللي بعده، هذا التمرين انا بستخدمه كورم اب بتماريني، لانه بشغل فيه عضلات الابس، بكون عامل تمرين البلانك وبنفس الوقت بفتح فيه الهيبس لبرا على الاخر، فانا بفتح هذا المفصل الحوض اذا بدي اعمل سكوات بيوم الليجز. هذا من التمارين اللي بحب اسخن فيها. تفتح اجرك على الاخر لبرا، وحاول بكل مره انها تضلها رجلك مستقيمه على الاخر، ركبتك ما تتني، وتفتح لبرا وتفتحي اجرك لبرا من السايد. هلا راح نفتح بنص دائره كانه الواحد قاعد برسم نص دائره، وبرجع لجوا باتجاه كوع بشد بطنه. فهلا فتحتك هاي اللي هي نص دائره لبرا، مع الوقت لانه مفصل الحوض ممكن يكون شادد، مع الوقت راح تلاقي انها بتفتح اكثر لغايه ما توصل انت رجلك بعد ايدك او رجلك بعد ايدك. كمان تمرين هذا ممكن تدخلوه اذا عمالكم تعملوا مثلا تمارين سوبر سيت، تمرينين مع بعض مدخلين تمارين الابس بالنص، او حابب تعمل تمرين ابس لحاله. بتجيب الطابة بتثبت حالك عليها بالبلانك وبتجيب رجلك لورا. هلا في ناس كثير بتعمل تمرين الماونتن كلايمر او اللي هو تسلق الجبال، بيعملوا نطنطة وركض بسرعة، بس هذا ما في تركيز عالي، هذا هو اكثر بيكون كارديو من انك فعليا تركز على عضلات البطن فيه. فبهذا التمرين انا بحب اعمله بطريقة كثير بطيئة. فانت لما بدك تعمل التمرين تضغط على الطابة على الاخر، بتشد كتافك لفوق، راح يقوس ظهرك. هلا في تمارين البلانك كلها ظهرك او ظهرك لازم يكون مقوس، اذا ما كان في اوز زي هيك، ما كان في لفه صغيره، اعرف انه انت عمالك بتحط ضغط على عضلات الكتف من ورا، وعمالك تحط ضغط على الرقبه، هذا ما له داعي وشوي غلط، لانه انت مش حتعرف تشد بطنك على الاخر او تشد بطنك على الاخر. فدائما بنشد، راح يصير في اوزه صغيره، الشولدر كتف دائما فوق الريست، فانا راح امشي لقدام شوي، يعني راح يكون في لين هيك امشي فيه لقدام شوي، وبعدين اشتغل برجل واحده، حجيب رجلي على الاخر بالنص، اتخيل انها بدها توصل لعند الانف، فبرجع فيها بالهواء وبرجع بشد على الاخر. هلا وانت عمالك بتشد بدك تشد برضه رجلك بزياده شوي، كل ما شديت بزياده راح تحس انه التمرين صار اصعب. التمرين اللي بعده اللي هو تمرين السايد بلانك.
هلا السايد بلانك راح اعمله بطريقه غير، راح نعمله بطريقه على الكرسي. هذا تمرين كثير ادفانس وكثير حلو. بلانك، تحط كوعك على الارض على السايد، وبتحط رجلك على البنش من فوق، او بتحط رجلك على البنش من فوق، من الركبه للقدم كلها بدها تكون نايمه على الارض. هلا بهذا التمرين راح نشغل عضلات الانر ثايز، راح نشغل الرجل من جوا، راح نشغل عضلات الاوبليكس، راح نشغل الكور، وراح نشغل عضلات الابس فيه. كل شيء راح يشتغل فيه. طبعا اللي عامل لي كل الهولد والاستابيليتي اللي هو الكتف. فكتفك راح يكون بنفس الدايركشن تبع الركبه، يعني ما يكون الواحد ضاغط جسمه لورا كثير وراجع عامل شكل مثلث. بدك تكون جسمك مستقيم وتحط كتفك وركبتك على نفس الاتجاه. هلا من هون راح ارفع حالي لفوق وتحت. هذا اللي هو التمرين الاول. اذا بدك تخليه كمان ادفانس اكثر عشان تشوف البالانس تبعك اذا كويس او لا، او البالانس تبعك كويس او لا، بتجيب الرجل الثانيه هاي اللي معلقه بالهواء، راح نجيبها لجوا واضغط فيها عضلات الابس مع هولد، وارد ارجع ثبت حالي لحظه وبرد برجع. هلا اذا بدنا نصعب اكثر، ندخل في الاصعب، نعمل نفس التمرين بنفس الطريقه، بس بدون ما احط ركبتي فوق اللي هي الطريقه الاسهل، راح احط بس القدم من فوق. لما احط القدم من فوق راح يصير في تشغيل كامل لعضلات الرجلين، فهذا شوي صعب. اذا واحد عنده مشكله بالركب، او انت لسه عمالك تشتغل على فهذا التمرين، اذا حد عنده مشكله بالركبه لا يعمله، يضله على التمرين الاول. بس اذا ما عندك مشكله بالركبه، بتحط القدم من فوق، تعمل بوش كامل برجلك، وبترفع الرجل الثانيه بالهواء، وبترفع خصرك بنفس الوقت بالهواء. هذا بنعمله مع تمرين ثبات، مثلا بتثبت حالك فيه مده 30 ثانيه او 20 ثانيه حسب اولها، لانه تمارين هاي اعتقد انها جديده لبعض الناس لسه انت ما بتعرفها، فمش ضروري انك تحاول انك تعمل دقيقه كامله. شوي شوي تطور في التمرين، شوي شوي حسن حالك في هاي التمارين. هذا التمرين كثير حلو وانا بحبه. كثير مبين انه بسيط، بس كثير صعب، يعني من بساطته، لانه واحد ممكن يعمله وهو واقف. احنا متعودين انه نعمل كل تمارين الابس، كل تمارين الكور، وهو الواحد على الارض، وهو نازل على الارض، وهو عماله بيشتغل على الارض او على الكيبل. هذا التمرين على الواقف. ليش احنا حنعمله على الواقف؟ لانه في تحدي كثير للكور عشان يعمل استابيليتي وعشان يعمل بالانس. هلا رح نمسك فيه كاتلبل. بتبلش بكاتلبل كثير كثير خفيفه، تمسكها قدامك من قدام الصدر بالضبط، بتشد الجلوتس لجوا، ممكن ترخي ركبك شوي، بتشد الجلوتس لجوا، وبتشد الابس كانك عامل تمرين كرانش، يعني بتشد الابس مزبوط بس على الواقف، فالابس داخلين لجوا والجلوتس داخلين لجوا. وبعدين راح امسك الكاتلبل واطلع فيها ستريت. ما بدك تعمل التمرين بسرعه، عملت التمرين بسرعه بصير التمرين بس على الايدين وعلى الشولدر وما راح تحس فيه. بدك تحاول انه الوزن وهو عماله بيبعد عنك، عماله بروح بالهواء، احنا الكور اللي عماله بقاومه، وعضلات البطن هي اللي عمالها بتقاوم هذا الوزن. فانت بتاخذ الوزن تبعده عنك شوي شوي للاخر، بس توصل لاخر اشي لما يمدوا ايديك ستريت، بتوقف شوي وبترد ترجع بنفس الطريقة اللي هي بطيئة. راح تلاقي انه الكور عندك عماله شيكي هيك، عماله بتحرك، عماله بهز. اذا ما تحرك وما هز، معناها انت عمالك بتعمل التمرين بس بايديك. هلا بنيجي للتمارين اللي فيها، راح نشتغل فيها شوي على الكوردينيشن تبع الكور وعلى الاستابيليتي تبع الكور. هلا ليش بنشتغل في الاستابيليتي والكوردينيشن؟ لانه مثلا اذا انت عمالك بتعمل سكوات، عمالك تنزل في الوزن وتطلع في الوزن، هاي حركه، انت متحرك، انت مش ثابت، فالكور هو اللي عماله بيحمي لك السباين، عماله بيحمي العمود الفقري. احنا كل عضلات الكور بتشتغل معانا واحنا مثلا نعمل سكوات او ديدليفت عشان تحمي العمود الفقري. فعشان هيك بلزمنا انه يكون الكور بيتحرك، في عندك اي حركه صارت عليه فجائيه، مثلا زي السكوات، انه انا واقف مره واحده نزلت عمالي بنزل، هذا راح يحاول يعمل ستابيليتي. ففي تمارين زي هذا التمرين اسمه الفارمرز ووك. تمسك فيه تنتين كاتلبلز جنبك، وزن عالي، ممكن برضه ينعمل بدمبل. انا اللي كان جنبي كاتلبل اخذت الكاتلبلز، هلا ممكن تعمله بدمبل، ممكن تعمله بكاتلبل. تمسكهم وبتمشي فيهم بخط مستقيم.
طبعا اذا ماسك وزن كتير خفيف ما راح تحس فيه، اذا ماسك وزن نسبيا ثقيل راح تصير تهز يمين وشمال، مش راح تعرف تتحكم فيه، جسمك راح ينزل لجوه وجسمك راح ينزل لجوه. فبلشوا بوزن متوسط، تمسك الوزن تمشي فيه بطريق خط مستقيم، وحاول انه جسمك ما يتحرك هيك زي البطه، تصير يمين وشمال يمين وشمال، بدك تضلك ماشي فيه بخط مستقيم وتحافظ عليه وتحافظ على البالانس تبعك وعلى التوازن. والتمرين اللي بعده اللي هو تمرين اسمه السوت كيس كاري. الفرق عن التمرين الاول انه احنا بنرفع بس بايد واحده مش بايد ثانيه. هلا لما ترفع بايد واحده هذا التمرين بشغل عضلات كثيره غير عن الكور، بس لما نرفع بايد واحده بصير عندك في خلل بالتوازن من الوزن اللي انت حامله. الخلل بالتوازن هذا بشغل لك عضله الجلوتس اللي جنب الوزن اللي انت ماشي فيه، وعضلة اسمها الـ QL اللي هي في اللور باك في أسفل الظهر على الجهة الثانية برضو عمالها بتشتغل، بالإضافة لعضلات الكور طبعا عضلات إيديك والشولدر اللي حاملين الوزن. بنفس الطريقة هذا التمرين أصعب شوي من التمرين الأول، لأن التمرين الأول فيه أنت عندك الوزنين عاملين بالانس لبعض، لما يكون في عندك وزن لحاله رح يكون في إمبالانس، ففي خلل في التوازن، رح تلاقي حالك وأنت عمالك تمشي إنه الموضوع شوي صعب. فأولها هذا بتبلشوا فيه بوزن شوي أخف من الوزن اللي بدينا فيه بالتمرين الثاني، وبتمشي فيه برضو بخط مستقيم، حافظ على جسمك مستقيم. بإمكانك ترفع إيدك زي ما انت شايفين كيف أنا رافع إيدي على جنبي، عشان لما ترفع إيدك على جنبك اللي بصير إنه أنت رافع إيدك هيك لفوق، طلع على إيدك إذا كتفك لساته مستقيم بالهواء وإيدك مستقيمة جنبك بزاوية 90 معناها أنت ماشي ستريت. إذا إيدك صارت تنزل لتحت تطلع لفوق معناها أنت صار عندك خلل بالتوازن. إذا أنت مش مصور التمرين أو أنت مش مصور التمرين وعمالكم بتعملوه، ممكن أنت بفكرك أنت اللي أنت مفكره أنك ماشي صح، بس فعليا أنت تكون ماشي غلط. فيا بتصور التمرين يا بترفع إيدك جنبك على البالانس وبتضلك مركز أنه إيدك هاي تضلها جنبك على أساس أنها تضلها فوق ما تنزل وما تطلع. إذا بلشت تنزل بلشت تروح على اليمين وعلى الشمال معناها انت بلشت تخرب في التمرين او بلشت تعمل التمرين غلط. ندخل في تمرين كمان ادفانس زياده شوي. هذا التمرين برضه فيه مشي، برضه بيشتغل على عضلات الكور والاستابيليتي تبع الكور، بس بنفس الوقت بيشتغل على الاستابيليتي تبع الشولدر، لانه الكتف عندنا في اي حركه فيها بوش لفوق لازم استابيليتي. فاذا انت ما عندك استابيليتي بالكتف راح تلاقي انه مثلا انت عمالك تعمل بوش بريس رح تلاقي انه الوزن عماله بتحرك ومش ثابت. اللي انت بدك اياه انه الوزن يكون ثابت ويطلع براحته وينزل براحته. فهذا التمرين كمان بفيد للناس اللي بتحب تعمل هاند ستاند، اللي بحب يتعلم تمارين اللي هو كيف يوقف على ايديه. اذا انت بتعمل يوغا واذا انت بتعمل يوغا واذا حابين تتعلموا تمارين الهاند ستاند كيف واحد يوقف على ايديه، هاي معلومه راح احكيها. طبعا هذا التمرين من التمارين الاساسيه اللي بعملها انا في التحضير للهاند ستاند. ليه؟ لأنه إحنا البوش في الهاند ستاند الدفش ما بيطلع في عضلة الكتف الصغيرة، بيطلع فعلياً من عضلات الظهر، وعضلة الظهر عندك هي العضلة الأساسية في هذا البوش. فاللي رح نعمله بهذا التمرين إنك تمسك الكتبل تأخذ وزن خفيف وبتقلب الكتبل لفوق، يعني إحنا بدنا نعملها بوتمز أب، فهاي فيها صعوبة لأنه هيك صار في إنه خلل في التوازن برضو على الريست اللي هو على الساعد. فإنت لما ترفع الكتبل لفوق تعكسها راح تصير كثير اصعب من انك تحملها بطريقه عاديه. هلا اذا كتب اللي عندكم بالجيم تقال ما لقيتش مثلا اخف من 6 كيلو ومش ظابطه معك، هاي ممكن تحمل كتب بطريقه عاديه لغايه ما تتحسن وبعدين تعمل التمرين بهاي الطريقه. راح يكون في عندنا بوش كثير مهم انه انا ادفش من عضله الظهر لفوق، كتفي بده يكون تقريبا واصل جنب داني، راح اطلع فيها فوق 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 على الاخر. ما بدك ينزل كتفك لتحت زي ما شايفين بالفيديو، اذا بينزل كتفك بوقع لتحت بصير الوزن عماله بيروح لبرا، فهو راح يسحبك لبرا فممكن يوقعك او ممكن تنزل ايدك لتحت. فاحنا عشان نحافظ عليه راح ندفش لفوق، راح تضلك محافظ على هاي الدفشه على الاخر فوق فوق فوق، وبعدين راح نمشي ستريت اجين نفس الطريقه. راح نمشي بايد واحده وتمشي فيه، هلا ممكن نعمل بايدتين بس احنا هلا رح نعمله بايد واحده بهذا التمرين، وتركز فيه انك تضلك ماشي
ستريت على الآخر مستقيم، ما تتحرك لا يمين ولا شمال. وكمان شغلة بشوفها شوي غلط لما أدرب الناس، إنه هو عماله بيرفع إيده مثلاً من هون، ما عم ترفع إيدك، أنا بقول له خلي إيدك جنب كتفك، معناها إنه أنا بدي أرفع كتفي بهاي الطريقة لفوق. فأنا لما بدي أرفع كتفي برفع عمالي من عضلة اللاس اللي هون، بطلع لفوق فوق فوق على الآخر، فصار كتفي جمداني. فلما أقول له مثلاً بدي كتفك يصير جمدانك، بعمل هيك، هذا ما بدنا إياه. هلا كمان تمرين بشتغل على الاستابيليتي. هذا التمرين بنجيب فيه كاتل تقيلة وبنجيب فيه ريزيستنت باند، نمسك الريزيستنت باند نمسك فيها الكاتل. شو اللي عماله بيصير بهذا التمرين؟ اللي بيصير انه الكاتل مع الريزيستنت باند عمالها بتتحرك. يعني انا التمارين اللي قبل اللي عملتها اللي هي اللي ابسط شوي، طب كل التمارين بهذا الفيديو على فكره صعبه، وكلها تمارين متقدمه مش تمارين الناس بتعرفها. معظم الناس اللي بتعمل هاي التمارين بيكونوا اتليتس او بيشتغلوا بالسبورت، يعني بيكون لاعب كره قدم او بيكون لاعب كره سله او اشياء زي هيك، هاي اللي بتخليهم تعمل هاي التمارين الاتلتيك. طبعا الناس بتمرن بالجيم تمارين عاديه بالعاده ما بيعملوها، فعشان هيك هاي التمارين تعتبر متقدمه لواحد بروح بس على الجيم بيعمل تمارين عاديه. فاحنا راح نمشي برضه بنفس الطريقه، راح تمشي في هذا التمرين، ما بدك ترفع كتفك لفوق، خلي كتفك نازل لتحت، الوزن راح يكون عماله بتحرك تحت وفوق، بتحافظ عليه وبتحافظ على مشيتك ستريت، وانت عمالك بتحاول تحافظ على المشي هاي ستريت، اللي بصير عندك انه الكور عماله بيعمل بالانس وكاونتر بالانس للوزن اللي عماله بتحرك. بما انه اشتغلنا بالباند وربطنا الباند على الكاتل بيل ورفعناها، ممكن نعمل كمان تمرينين في هاي الباند. التمرين الاول انك توقف ماسك الباند بالهواء ورافع اجرك الثانية بالعكس. هلا الفكرة بهاي انه راح يصير في عندك اختلال في التوازن كتير عالي، والكور هو اللي عماله بثبتك بالاضافة لرجلك. طبعا لازم تكون رجلك من تحت، اعطيكم تريك صغيرة، رجلك من تحت، اصابع القدم افتحهم على الاخر، افتحهم هيك زي كأنهم نت، تفتح على الاخر بصير في عندك جريب، بصير في عندك ممسك على الارض. انت بتمسك على الارض، هذا بيساعدك بالاستابيليتي تبعت الانكلز. طبعا هاي راح احكيها برضه بفيديوهات اللي راح نحكي فيها عن الانكل من تحت، عن عضلات الكاحل وعن مفصل الكاحل. توقف فيها بترفع الاجر الثانيه بالهواء، حاول انه رجلك الثانيه ركبتك تكون اعلى من الخصر بشوي، وحاول انك تثبت حالك. كل ما حاولت انك تثبت لمده اطول شوي راح يكون التمرين اصعب شوي. اذا كان التمرين كثير سهل، مثلا عرفت تثبت حالك ولقيت انه الموضوع سهل، معناها يا البند اللي انت مستعملها كثير خفيفه، يا الكتل اللي انت مستعملها او انت مستعملتيها كثير خفيفه. بنرفع الوزن شوي عشان يصير في شويه تحدي على الجسم. والتمرين الثالث بنفس الطريقه، راح امسك الكتل وراح ارفع رجلي واحده واحده اب داون، برفعهم فوق وتحت فوق وتحت، هذا شوي اكسبلوزيف. هذا التمرين راح يكون فيه يعني تمرين فيه سرعه مش بطيء او مش فيه ثبات. كمان تمرين اللي هو فيه الحركة هاي الروتيشن تبعت الكور والترنك اللي بنشتغل عليه، اللي هو تمرين الاكسبلوسيف بوش بالطابة. بتجيب طابة خفيفة مش شرط تكون كتير تقيلة، توقف على السايد وبتلف حالك، شوف الحركة من وين عمالها بتطلع. هاي يعني كأنك عمالك تعمل بوكسينج زي ما حكينا، ما بدك ترمي الطابة لفوق، ما بدك ترميها بالهواء لفوق، بتحافظ على حركتك انه الكرة عمالها تندفش من جنبك من تحت الصدر بشوي، فعمالك بتدفش، انت بتلف رجلك كاملة وبتدفش بقوة. يعني بدنا نعمل قوة انفجارية بحقولها اللي هي الاكسبلوسيف باور، بدنا نطلع فيها على نقطة واحدة انت مركز عليها بالحيط. اذا عندك اي سؤال عن اي اشي له علاقة بالفتنس اكتبوا لي اياه بالكومنتس تحت، وانا راح اعملكم فيديو عنه. تعطوني أفكار عشان أعملكم أشوف شو اللي أنتم بدكم إياه وشو اللي بناسبكم.